لما تخلي حزين فرحان، نور شمعة في طريق ضلمة، وارحم اخوك خليك انسان، ازرع فرحة تسعد قلبك لما تخلي حزين فرحان، نور شمعة في طريق ضلمة، وارحم اخوك خليك انسان، وارحم اخوك خليك انسان. الآن في مواضع كثيرة كان الأيتام والأرامل بيبقوا جنب بعض، يعني على اعتبار أن كثير من الأرامل معهم أولاد أيتام، فيبقى رعاية الاثنين. الأرملة مشكلتها أن ما فيش راجل معها، ما فيش مال زائد مسؤولية عيال، ثلاثة دول، ما فيش راجل، ما فيش مال زائد مسؤولية عيال. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. اجدوا للذليل واليتيم، انصفوا المسكين والبائس. ولأن الأرامل والأيتام يعد من الفئات الواجبة الرعاية، فإن خدمة أتحبني تهتم بهم وترعاهم، فبرعاية قداسه البابا الأنبا طادروس الثاني وشريكيه في الخدمة الرسولية، نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا ونيافة الحبر الجليل الأنبا ثيودوسيوس، احتفلت كنيسة القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالإخلاص بحي العمرانية بعيد الأم. بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم عقبه الاحتفال بعيد الأم وتوزيع الهدايا. اكاسنا ارون يا رئيس الحياة، وملك الدهور، اللهم يا من تكسو له كل ركبة، ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بين كل عبودية تحت خضوع قديم ملكي، الذي تمهده العساكر الملائكية والطغمات السمائية والطبع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بإلوهياته. باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا نحن كلنا الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. احنا بنكرم الامهات
يعني معناه بننفذ الوصية الإلهية اللي ربنا قالها في العهد القديم: اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. والسيد المسيح له المجد كرم أمنا العذراء وهو في قمة ألامه على الصليب، نظر إليها ونظر إلى يوحنا الحبيب، وكان اهتمامه بالغ إن هو يهتم بيها بعد ما يصلب، وقال ليوحنا: يا يوحنا هذه هي أمك. اهتمام ربنا يسوع المسيح بأمنا العذراء، وده يدينا اهتمام بأمهاتنا اللي هم تعبوا معانا وبذلوا كل غالي وكل ثمين في سبيل ان احنا نكون موجودين ولنا كيان في الحياة. بشرفنا حضرة صاحب النيافة جزيل الاحترام نيافة الأنبا أرميا، بيتعب معانا وبيعضدنا من برنامج أتحبني، وقد إيه هو بيبقى حريص على أنه يحضر هذا اليوم في هذه الكنيسة وفي منطقة العمرانية، ويبقى سعيد جدا أنه يحضر وسط هذه الأيقونة الجميلة وجود كل الأمهات في الكنيسة، وما فيش أي رجال موجودة غير الأمهات. يوم تاريخي، سيدنا الأنبا أرميا حريص أنه هو يحضر ويشارككم الفرحة ويشارككم التهنئة، وهنيكم ويحاول يقدم ليكم كل حاجة حلوة. فاحنا سعداء بيكم وفرحانين ان كنتوا امهاتنا، وبنعيد على كل ام موجودة، وبنعيد على كل ام شهيد جزها استشهد او ابنها استشهد، ونتذكر شهداء الكنيسة دي اللي هم استشهدوا وتنيحوا. وببركة صلوات ابونا الطباوي، ابونا المبارك، أبونا اللي احنا بنحبه كلنا، قداسة البابا تودروس الثاني، شوفوا أول ما سمعتوا كلمة قداسة البابا تودروس فرحانين إزاي. ما تعرفوش قد إيه هو بيفرح بتكريم الأمهات، قد إيه وهو عمل أكتر من حفلة في تكريم الأمهات، وسعي وبيسعد دايما بسعادة الآخرين. وبصلوات حضرة صاحب النيافة جزيل الاحترام نيافة الأنبا أرميا، هو هيكلمنا كلمة. انتوا عارفين سيدنا أنبا أرميا بقى بيجيب حاجات وحكايات حلوة قوي وقصص معاشة من التاريخ، عشان يقوي قد ايه الجدية وقد ايه الاجتهاد في الحياة وقد ايه التمسك بربنا وقد ايه انه الانسان عايز يكون ناجح رغم كل الظروف اللي بمر بيها، لكن هو ربنا يسوع المسيح موجود معاه، فدايما ربنا بيوفقه بالنجاح. يا عذراء حضنك دافي وكبير ويسع ملايين، مفتوح لينا ولاخواتنا مش واحد ولا اتنين. يا عذراء حضنك دافي وكبير ويسع ملايين، مفتوح لينا ولاخواتنا مش واحد ولا اتنين. في بين الحنين وبقولك ايش عينين، في بين الحنين وبقولك ايش عينين، قدام يسوع المجد. اقول لكم كل سنة وانتن طيبات. الأم هي من تصنع مستقبل ابنها، الأم هي اللي بتعمل مستقبل ابنها. يعني ان شفتوا حد ناجح في الدنيا تعرفوا ان وراء أم حلوة وكويسة وكافحت من أجله. الأم
هي كل شيء في الدنيا، كل شيء في الحياة، هي التعزية في الحزن. الواحد لما يحزن تلاقي الطفل يرجع من حتة مدرسة زعلان يروح في حضن أمه ويبكي. وهي الرجاء في اليأس، لما واحد يضيق بيه الدنيا ويحس ان الدنيا متضايقة يقعد مع أمه تبتدي أمه تديله رجاء من جديد. وهي القوة في الضعف، ما يكون الواحد قواه ضعفت وخارت يروح لأمه هي اللي تقويه. إن عطاء الأم بلا مقابل، بلا مقابل، واللي بتديه الأم لا يقدر بمال، إنها بتعطي الحياة لكل من حولها. أنا عايز أتكلم عن الأم صانعة الأبطال. الأم مربية وصانعة العباقرة في كل المجالات. في واحدة كان اسمها نانسي، عندها 7 ولاد، 7 ايه؟ واصغر واحد في 7 الذاكرة بتاعته ضعيفة، ذاكرته ايه؟ كل ما يروح المدرسة الواد مش بيفتكر كويس، المدرسة ايه؟ تطرده. الام ترجعه المدرسة مرة تانية، المدرسة تطرده، لحد ما الواد اتعقد من المدرسة. والأم تقعد تتوسل وتتحايل على المدرسة انها تاخده، وتطبطب على الواد وتسايس فيه عشان يروح المدرسة. الواد من كتر الطرد مش عايز، والمدرسة من الذاكرة بتاعته الضعيفة مش عايزة. وفي يوم قالت لأمه أصل ابنك ده راجل ولد كسلان، أصله غبي، ده متخلف عقليا، ده ملوش مكان في المدرسة عندي ولا الفصل، أنا مش عايزاه. رجعت الأم ماريا دي، نانسي، وكانت حزينة قوي قوي قوي، لكن حبها لابنها مش هاين عليها انها تسيب ابنها من غير تعليم. وهي ما كانتش بتيأس، فقالت انا هتحدى كل الظروف اللي حواليا، هتحدى ايه؟ كل الظروف. وراحت تشوف الكتب اللي بيدرسوها في المدرسة، وراحت اشترت الكتب بتاعت ايه؟ المدرسة. وبدأت هي تقعد جنب بها ابنها تدرسه بنفسها. كان بياخد منها جهد، لكن هي كانت صبورة وعندها إرادة وما سلمتش الفشل، وقالت مش مهم 6 يتعلموا، ده لأ، لازم كلهم يتعلموا. لحد ما كبر هذا الطفل وبقى إنسان، اللي كان بيقولوا عليه فاشل وغبي، بقى إنسان عظيم. واخترع اختراعات، اخترع ايه؟ مش اختراع واحد، اختراعات، اكتر من 1000 اختراع. الانسان اللي كان بيطرد من الفصل، واهم اختراع هو ايه؟ لمبة الكهرباء اللي شايفينها دي، اللي اخترعها توماس اديسون، وده كان مطرود من الفصل. اديسون ده منساش فضل امه عليه، رغم ان اصبح من العلماء وكبر جدا، قال ان امي هي اللي ربتني، وهي اللي علمتني، وهي اللي صنعتني، هي كانت بتحترمني وبتثق فيا، وشعرتني ان انا احسن واحد في العالم، احسن واحد في الوجود. ففضلت موجود عشان ما اخزلهاش، وعهدت نفسي ان لا اخزلها كما لم تخزلني هي ابدا، فاصبحت على ما انا عليه. الام بتهتم بتعليم عيالها، بتهتم بتثقيفهم، بتهتم انهم تطلعهم مؤدبين، ومش كده وبس، تهتم بخلاص نفوسهم. فبدون الامهات اللي انا واقف في وسطهم النهارده، وسيدنا واقف وكلمكم عن دور الكنيسه والكتاب المقدس في الام، ازاي الام دي مهمه، انا اقول لكم احنا مش مستحقين نكون واقفين في وسطيكم. كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم الأيام بخير، وأتمنى لكم كل نجاح في هذه الأبرشية وفي هذه الكنيسة اللي أنا أقول لكم اتبنت برجالة العمرانية.
ولولا الرجالة اللي هنا ما كناش هنلاقي حد موجود. طبعا النهاردة يوم الحب، كل حب، شايفين جواكوا الحب ومحبتكوا قد ايه لربنا وللكنيسة ولولادكم، وشايفين قد ايه الناس بتحبكم عشان تقدم ليكوا اي حاجة حلوة. ولكن الاباء قالوا كل حاجة في الدنيا دي تاخد منها ممكن تنقص، الا حاجة وحيدة بس هي الحب. حافظوا على محبتكم ربنا، ربنا يحافظ عليكم. دلوقتي احنا هنبتدي نختار جوائز، وكل واحد يسمع اسمه هيجي ياخد الرقم بتاعه. 172 مروحة، بوتاجاز رقم 1068، خلاط كهرباء 173، كل من مية. من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيكلف ربنا. Thank you.
إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطيهم طعامك.